السلام عليكم، أهلا فيكم في فيديو جديد. طبعا إشاعات طلعت كثيرة كثيرة عن سماعة أبل الجديدة. اللي يعرف أبل عندها شركتين حق الصوتيات، أتكلم أنا أبل والشركة الثانية اللي هي شركة بيتس. فأبل عندها الشركتين هذه، تصنع أشياء للأبل كسماعات الإيربودز، وتصنع برضو هناك السماعات الكبيرة حق البيتس. الشركتين ما تبي تدخلهم مع بعض، تسوي مثلا تاخذ البيتس وتحطها عندها، تبيهم مفصولين. فأبل نزلت الايربودز، هنا نزلت هناك الباور بيتس، نفس الميزات، تفتح الجهاز وكيف الكونكشن بين اجهزتك الاي او اس، نزلتها في الباور بيتس. وبرضو عندها الهيدفونز الكبيرة في البيتس، برضو سولو ديلي، نفس الحركة يعني، حتى تقربها من الايفون تشبك عندك على طول. فأبل الحين برضو تبي تسوي نفس حركة البيتس أو نفس الشركة هناك، إنه أوكي عندنا إيربودز، هناك باور بيتس، عندهم برضو السولو الكبيرة، هنا برضو يبون ينزلون سماعة كبيرة عليها شعار أبل. فما أدري كيف يعني، الشركتين نفسهم منين شركة واحدة ويبون يلعبون مع بعض. ما أدري هل تبي ترخص قيمة البيتس وتنزلها شوي، ولا تبي تخلي نفس الشيء، ما أدري ليش. لكن أبل تبي تنزل سماعة كبيرة عليها شعار أبل. طبعا اوكي، شو الميزة اللي بتنزل؟ انا توقعت انه شيء خفيف يعني، تسريب خفيف، سكتنا عن ما راح ينزل الحين او يمكن قدام في المستقبل راح ينزل. لكن التسريبات زادت الحين، حتى سعر السماعات الجديده حقت ابل اللي ما ادري ايش بيسمونها، $400 تقريبا، يعتبر هذا سوق الهيدفونز الكبيره مع النويز كونسليشن، مانع ضوضاء. فلو بنتكلم عن هذه السماعات، شو اللي يميزها عن هذه السماعات، وش اللي يبون يحطون في ذي علشان ينزلونها؟ تقريبا مانع زاد يكون فيها، وبرضو اللي يلقط الصوت من الخارج ويدخل لك افضل بيحطونه فيها برضو. اللي يعرف الايربودز برو يعرف الميزات دي كلها. فما ادري ابل ايش تبي تسوي كثير، ايش اللي بتحط ميزات جديده هنا، غير ان النويز كونسليشن بيكون افضل بكثير من دي سماعه داخل الاذن وفيها مانع ضوضاء، لكن او مانع ازعاج. لكن مع هذه ان السماعات اللي تكون فوق اذنك مانع ازعاج حقها راح يكون اقوى بكثير. لكن دي لها سوقها او لها اشخاص يعني، مستحيل انك تمشي فيها في كل مكان، الله اشخاص يمشي فيها، لكن مرسم كل شيء صعب انك تمشي بهذه، دي شوي افضل. فننتظر سماعات جديده من دي. طبعا احد يقول لي غاليه ب $400، هذا السوق حقها. هذه اللي لو بقول لك بدون مانع ازعاج تحت $200، مع مانع ازعاج يمكن 200 وشوي، نفس اللي هذه موجوده الين 300 تقريبا، هذا السوق حق السماعات الصغيره. هذه تبدا من 400 ونطالع 350 ونطالع دولار، فهذه يعني الى 400 500 يمكن، هذا حدها في السماعات اللي فوق الراس. طبعا اوكي في سماعات فوق الراس بارخص، لكن هذا السوق المتوسط حق الاسعار يعني، بوز، سوني، هذه الاسعار حق السماعات اللي فوق الاذن. فبس هذا الفيديو وهذا كل شيء. فننتظر سماعة من أبل على الرأس عليها شعار أبل، ما أدري كيف بيحطونه، كيف التصميم حقه راح يكون ما أدري للآن، مستحيل راح يكون تصميم بيتس، فلازم يكون تصميم جديد من أبل. كيف طريقة استخدامها، كيف التصميم حقه، ما حد يدري الحين، نشوف قدام راح كيف راح تكون. يمكن الشهر الجاي ينزلونها، فالإشاعة القوية إن بينزلونها في 2020 السنة هذه، فيمكن الشهر الجاي اللي بعده في مارس، يمكن في جون، يمكن في سبتمبر، يمكن في أكتوبر، يمكن تربحونها كذا فجأة بينهم. بس هذا الفيديو. ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناة ونشر المقطع ولايك المقطع، وتعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسون افضل دعاكم، والسلام عليكم.